عندي قصة على فكرة. أنا كنت من النوع من الستودنتس كنت بروح قبل ما أروح للكلاس بسوي ريسيرش على الكلاس اللي أنا راح أروح لها عشان إنه أتعلم أحسن، كانت هي بتساعدني عشان أتعلم أكثر وأحسن. فمرة من المرات وأنا رايحة للكلاس في الأستاذ سوى خطأ في المعادلة، فأنا بصحح له بقول له شوف أنا سويت ريسيرش، هاي المعادلة اللي عندك إياها اللي سويتها غلط. فبيقول لي شو رأيك أنت تجي محلي أحسن وأنت تدرسي يعني. فهو هذاك الوقت كما إنه بيحرجني، أنا عمري 12 سنة أو 13 سنة يعني، عرفت واش كنت عارفة، لأنه هذه الأشياء اللي قلتيها دابا هي الطريقة الصحيحة متاع التعليم في هذا العصر. يعني لا it's called flipped classroom. يعني الطريقة العادية هو الأستاذ يجي يعمل درس يعني مدة ساعة والأطفال يشوفوا طرح ممكن يشوفها في يوتيوب صحيح وما في تفاعل، وأعطيكم تمرين بعدين. مين حيفسر له التعليم يعني التمرين؟ يروح عند أبوه أمه ساعات إضافية صحيح. لا، الطريقة الصحيحة هو يعني احنا نستعملها في المدرسة وتنصح فيها الأباء، نعطيه 5 minutes فيديو وعشر أسئلة على هذا الفيديو على هذا الدرس، ولما يدخل الطفل إلى القسم يسأل أسئلة يحاول يفهم، وحتى الأستاذ يعرف مين عمل efforts مين ما عمل. فهذه الأشياء هي الطريقة الصحيحة يعني من طريقة فطرية أنت ما وصلت لها، بس هي من طريقة عملية أحسن وترسخ الفهم أكثر للطفل عوض ما يكون بس حفظ.